إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يبدي عدم رضاه على أداء موظفي محطة كهرباء بيجي ويفتتح مشاريع أخرى لترسيخ التكامل المجتمعي. عملية استخبارية في سامراء تطيح بما يسمونه والي داعش الشرعية، وانطلاق الوعد الخامس لتأمين المناطق الحدودية مع ديالى وكركوك. رئاسة البرلمان في دائرة الانتظار المريح بسجال شيعي سني مفتوح، وتأجيل انتخابات كردستان لاستيعاب البارتي والمكونات. بدأنا بتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة. والسودان يتحدث عن انسيابية عالية في تفويج حجاج بيت الله، ولا خطر يهدد رواتب الموظفين وفشل مخطط حرائق الحنطة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.